مساء الخير، أنا الدكتور محي الدين سعود. أنا أستاذ الأمراض وجراحة السرطان النسائي بالجامعة الأمريكية، رئيس القسم هيدا، وبنفس الوقت رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض وجراحة السرطان النسائي. ندوتنا اليوم عن التوعية لسرطان عنق الرحم. السبب ليش نحن حبينا أنه نحكي بهالموضوع هيدا، أنه منظمة الصحة العالمية قررت أنه شهر كانون الثاني هو شهر الوقاية والتوعية لسرطان عنق الرحم. هلأ تنبلش بالأول بس تنحكي عن سرطان عنق الرحم، خصوصا عنا بهالمنطقة وبلبنان، أنه سرطان عنق الرحم بيصيب حوالي شي 100 امرأة لبنانية بالسنة، والإحصاءات بتدل أنه خلال هالكم سنة الماضية العدد بعده هو ذاته. المشكلة بسرطان عنق الرحم عندنا بلبنان انه بعكس بالبلدان المتحضرة اللي قدروا يوعوا على هالمرض هيدا، نسبة كبيرة من الإصابات بتجي بشكل متأخر. حوالي شي 70-80% من الناس اللي بيجوا بدرجة المرض بتكون متقدمة. وهالسبب هيدا هلأ نحن منتطرق له، ليش هالمرضى هيدول بيجوا بشكل كتير متقدم. هلأ تنرجع لسبب سرطان عنق الرحم، وكتير من النسوان بحبوا يعرفوا انه أكترية الوقت سبب هالمرض هيدا هو فيروس معين، بالعربي بسموه فيروس الحمى الحولمي. الناس بتعرفوا بالانجليزي هو هيومن بابيلوما فيروس او HPV، اللي هو فيروس اللي بيعمل بعض منهم بيعملوا التوليل التناسلية، وبعض منهم ممكن يسببوا بإصابة سرطان الرحم على عمر متقدم. أكثر شيء هالفيروس هيدا الواحد بتلقطه خلال العملية الجنسية، عنه الإمكان واحد يلقطه بطرقات تانية، بس أكثر شيء واحد بيلقطه عن طريق العملية الجنسية. إجمالاً الستات المصابين فيه هن بأعمار شوي بكير، يعني معدل الأعمار هي حوالي شي 48، اللي هو شوي سنة مبكر شوي صغيرة بالنسبة للأمراض السرطانية التانية. وهون الفاجعة، لأنه أكترية هالمرضى بيكونوا بعمر بكير، بيكونوا أميات، بيكونوا إخوات، بيكونوا أولاد. هلا اللي بنقوله انه لما يجي الفيروس هيدا الحمى الحولمي، لما يقعد بهالجهاز التناسلي اوقات بيعمل تغيرات بالخلايا اللي بتجي قبل ما يصير سرطان، ومن هون اجت الفكره لاكتشاف هالمرض بشكل مبكر. والطريقه اللي تعودنا انه نعود مرضانا على الاكتشافيه انه بتجي الست خلال الفحص السنوي الواحد بطريقة معينة، بياخد مسحة مهبلية بسموها باب سمير بالإنجليزي. بهالباب سمير هذا بيطلع فيه خلايا مبكرة شوي صغيرة، بيعمل تنظير لعنق الرحم، بيعمل خزع، بيكتشفهم بكير، علاجهم كتير هين. أما أكترية المرضى اللي ما بيجوا بينفحصوا كل سنة، عادة بيجوا بستاد متقدم للمرض، اللي هو شفاء منه شوي أصعب منه لو كان بستاد بكير. سو كيف الوقاية منه لهالمرض هيدا؟ أول وقاية هي إنه بتجي هالست هيدي بعد ما تتزوج بتبلش تعمل هالفحص الإزازي اللي لفترة طويلة ساعدنا كتير لاكتشاف هالمرض قبل ما يصير سرطان pre-cancerous stage. هلأ في طريقة جديدة اللي هي شوي أحسن من الفحص المسحة المهبلية أو الباب سمير، اللي هو اكتشاف الفيروس بهالمسحة هيدي. سو بدل ما يطلع على الخلايا اللي فيها تغيرات بفتش إذا الفيروس الـ HPV موجود أو لا، وهي طريقة شوي أدق وبتعطينا شوية معلومات أكثر من لقول إنه نطر لحتى لي هالخلايا تتغير. هلأ هاي الطريقة بتكون المريضة أوريدي عندها شوية تغيرات ليكتشفهم. الطريقة الأحسن للوقاية من سرطان عنق الرحم هي التلقيح، اللقاح. وهلأ صار فيه تقريباً 3 لقاحات بالسوق اللي هي ضد الفيروسات اللي بتعمل هالتغيرات السرطانية بالخلايا تبع عنق الرحم. من فترة كان عندنا بس نوعين لقاح، اللقاح اللي فيه 4 أنواع من المضادات للفيروسات، وفي لقاح كان فيه نوعين من المضادات لهالفيروسات هيدي. نزل جديد لقاح فيه
مضادات لتسع انواع فيروس اللي هي اكثر شيء بتعمل هالتغيرات بعنق الرحم، اسمه جاردازيل 9. من قبل كان عندنا جاردازيل 4 وكان عندنا سيرفريكس. هلا كل هاللقاحات هيدي تبين انه اول شيء فعاله جدا للحمايه من هالفيروس هيدا، وتاليا الحمايه من التغيرات اللي بتنتج عن وجود هالفيروس بهالمنطقه بعنق الرحم وبالمهبل الى اخره. بقى هاللقاحات هيدي تبين انه فعاله جدا، وفي دراسات كثير خصوصا بمناطق مثل استراليا، مثل امريكا، مثل كندا، مثل اليوكي، عملوا دراسات كثير فرجت انه هاللقاح اولا فعال جدا للحمايه منهم، وثانيا هاللقاح سيف، يعني ما عنده مفاعل جانبية، مع أنه إذا واحد بيفوت على الإنترنت وبيقرأ بيكبر راسه من وراء اللي مكتوب بالإنترنت، ولكن هيدا لقاح مثله مثل أي لقاح اللي كان، مثل ما منلقح للجدرة وللحصبة وللشهوء، وهيدا فينا نلقح للHPV. اللقاح فعال فقط إذا إجا عن نطاق واسع، يعني إذا قدرنا لقحنا أكبر عدد من النساء بعمر شوي بكير. سو اللقاح بينعطى اجمالا بين عمر ابتداء من عمر 12 13 14 حتى في نبلش على 9 سنين، ولكن ممكن نعطيه لعمر 26. حتى هلا في دراسات بتقول حتى اللقاح فعال لعمر 45، ولكن اللقاح فعال اكثر اذا اخذه قبل ما يلقط الفيروس، لانه هذا اذا صار في فيروس اللقاح منه فعال للحمايه منه. سو لازم يعملوا قبل العمل الجنسي. تاني شيء كل ما عملوا شوي بكير كل ما المناعة كانت أحسن وممكن يطول فعاليته أكتر. سو هلا اللقاح فعال بالعمر البنات على 12 13 14 15 16 حتى لل 26 أو أكتر، على شرط يكون قبل ما يكون في علاقات جنسية. وإجمالا إذا واحد أخده قبل ال 15 سنة ممكن نعطي بس جرعتين، حتى في دراسات جديدة بتقول جرعة واحدة كفاية، ولكن هلأ المنصوص هو جرعتين، وبعد الخمستعش بياخد ثلاث جرعات. هلأ حتى اللي عم ياخدوا اللقاح لازم إذا واحد بلش في علاقات جنسية بعد وقت معين من العلاقات لازم بلش يضل يعمل فحص المبكر لاكتشاف السرطان، اللي هو فحص المسحة المهبلية. إن بيعملها بالفحص المسحة الإزازة مثل ما بيسموه بالعربي الدارج أو الباب سمير، أو بيعمل الـ HPV تيست. بهمنا نحن أنه بهالطريقتين هيدولة ممكن أنه الواحد حتى يقضي على هالمرض هيدا الفتاك، لأنه مثل ما عم نشوف المرضى هلأ بيجوا بهالدرجة المتقدم مثل المرض، أول علاجه صعب، علاجه مكلف، والنتيجة إذا كان كتير متقدم أوقات منا كتير فعالة. لذلك الأجدى هو أنه واحد يقدر يعمل وقاية منه بهالطريقتين اللي حكيناهن. مشكلتنا نحن بهالبلد هيدا أنه عدد الإصابات بالسرطان نفسه منا كتيرة لحتى تتجاوب معنا وزارة الصحة تنقدر نبلش على هالمسح على كل الناس. دراسات المنظمة العالمية للصحة فرجت أنه إذا فقط إذا قدرنا عملنا مسح لأكثر من 70% من الستات بعمر معين، أوكي، ما بنقدر نحمي من هالمرض هيدا. هالست اللي بتجي لعنا على العيادة بتعمل كل سنة محمية، ولكن الستات اللي بيولدوا بيبطلوا يشوفوا حكيم، وبعد كم سنة بيجوا شايفين دم، بيشوفوا دم بعد المجامعة بين الميعاد والميعاد، بيكون أوريدي المرض استشرى وصار بدرجة متقدمة. سو الأجدى فينا أنه نعمل هالمسحة المهبلية أو فحص الـ HPV تيست بشكل منظم بعد ما تكون الست بلشت تعمل علاقات جنسية، وأحسن إذا فينا نحميه كليا من الأصل باللقاح اللي بنعمله للبنات. حتى هلأ في دراسات بتقول حتى الصبيان صار لازم نلقحهم. سو هيدي بسموه بالانجليزي جندر نيوترال فاكسينيشن، انه اذا واحد لقح الصبيان ولقح البنات ساعتها الحمايه منه بتكون اجدى بكثير. سو لذلك هلا اللقاح هو للصبيان والبنات ابتداء من عمر التسعه لعمر ال 45، بس افضل شيء يكون على الاعمار اللي قبل ال 15 اذا فينا. اوكي،
جربنا مع وزارة الصحة نفوت بتجربة لنشوف إذا فينا نعمل لقاح لكل هالبنات هيدول، ولكن بسعره الحالي وبعدد الإصابات تبع سرطان الرحم اللي كانت الوزارة غير مستعدة إنه تفوت بلقاح بعده كتير غالي لوقاية من هالعدد من الناس اللي عم تشوفه. ولكن إنه هالفيروس هيدا الـ HPV لا أسباب معينة عم يزيد بنسبة عالية كتير عند مرضانا، والمشكلة فيه هلأ إنه إذا هلأ بلش بوجود هالفيروس هالنسوان اللي عم تعمل تواليل اللي عم تعمل تغيرات بعنق الرحم، إذا نطرنا لحتى ليستشري هالمرض هون نسبة الإصابة بسرطان الرحم حتصير بمعدلات الإصابة بالبلدان التانية اللي عندها إصابة عالية بهالفيروس هيدا. سو نحن ما لازم ننطر لحتى نصير بهالوضع هيدا لنبلش بالوقاية، وقاية باللقاح وبعدين بالفحص السنوي الدائري. ونحن مستعدين إذا أي حدا عنده سؤال عن الاكتشاف المبكر للمرض، أوكي، ما عندنا وقت هلأ تنحكي عن كيفية معالجة سرطان عنق الرحم، اكتشافه، شو الفحوصات اللي بنعملها وترقية العلاج إن بالجراحة أو بالعلاج الشعاعي النووي مع العلاج الكيميائي. الفترة اللي مسمح لنا مانا كتير طويلة نقدر نفوت بتفاصيل العلاج، حبينا نركز أكتر بما أنه هذا شهر التوعية من سرطان عنق الرحم أنه نركز على الوقاية من هالمرض هيدا. نحن مستعدين إذا بدنا نجاوب. Thank you. Okay. شكرا. Thank you.